السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عيد من موقع ربحك عندنا، من قناة ربحك عندنا. النهاردة جايب لكم موقع 3-in-1، أنا شرحته قبل كده، وده الشرح التاني مع إثبات السحب. أنا سحبت منه كتير على فكرة أول الموقع دوت، وقلت أشرح لكم موقع صادق وشغال. والموقع ليه استراتيجية للربح من الضغط على الإعلانات ومشاهدة الفيديو والمهام. موقع جميل جدا وليه كتير شغال وبيدفع بانتظام. لأول مرة شوفنا يا ريت تدعمنا بالمشاركة في القناة من أسفل الفيديو باللون الأحمر، ويظهر لك جرس تدوس عليه عشان يصلك كل جديد. النهاردة موقع 3-in-1، دي واجهة الموقع من الخارج. هنا هتكتب الاسم والإيميل والباسورد وإعادة الباسورد، وهنا هتنقل الحروف دي، هتنقلها هنا كده، وهتعمل ايه؟ دخول. يبقى انت كده ايه، اشتركت في الموقع. هتيجي من هنا هندوس تسجيل الدخول، هتكتب الاسم وهتكتب الباسورد، وهنيجي هنا هننقل الحروف 5-0-3-1-0-1 كده. دي دخلت دي الموقع من الداخل زي ما انتوا شايفين كده. انا عندي 10 روبل و23 سنت، ودي استثمارات. لما بتيجي تشتغل بيحطوا لك هنا استثمارات في الموقع، تقدر تسحبها من هنا في اي وقت انت عايزه. هنيجي هنا الدخول على الاعلانات، هنا الضغط على الاعلانات. معلش برضه هوريك اول حاجة تخش عليها بعد ما تسجل في الموقع. تسجل في الموقع هتيجي من هنا هتدوس هنا وتحط رقم محفظتك وتعمل حفظ، عشان يبقى كده ايه لما تيجي تسحب فلوسك تبقى ايه سهل انت تسحب فلوسك وتجيلك على طول. هندوس هنا ايه على الاعلانات زي ما انتوا شايفين كده. هنا انا عملت اعلانات كتير النهارده. النهارده هوريكم الاعلان بيشتغل ازاي. بدوس على الاعلان كده زي ما انت شايف، بيظهر لك تحت 20 ثانية. ننتظر حين ما حد ما يخلصه. كل استراتيجية الموقع ده برضو واحدة، يعني الاعلانات، الفيديوهات، المهام. بعد ما بتخلص بيظهر لك كده، يقول لك هنا كام نجمة. تيجي هنا واحد، ادي نجمة، ادي 2، بتدوس هنا تقول 2 اهو. قيمة الاعلان خدتها هنا اهو واتحسبت لك، بتضاف لك هنا في الرصيد. في مكافأة كمان بتاخدها يوميا، بتدوس هنا في الدايرة دي كده وتدوس اخر واحدة، هي مكافأة يومية. هتدوس على الاعلان ده وتقفله، المكافأة ظهرت اهي، هتدوس عليها كده تمام. انت كده ايه حصلت على المكافأة، نزلتك تحت. هنرجع تاني، احنا شفنا كده الاعلانات بتشتغل ازاي. هنيجي قراءة الرسائل، هندوس على الرسالة كده تمام. نترجم باللغة العربية، استعملوا جوجل عشان تقدروا تترجموا المواقع، تبقى سهلة معاكم في ان انتوا تشتغلوا عليها. هنا مثلا ايه بيقول لك سؤال والاجابة بتاعته موجودة هنا، هدية كل واحد 1 دولار ونص، 1 دولار، 1 دولار. لو قريت هنا هتلاقيها مثلا هنا كاتب لك 1 دولار، هتقوم دايس له 1 دولار، هتقوم فاتح لك في صفحة تانية ويديك ايه قيمة الرسالة. هنخش على الفيديوهات من هنا، عندها 4 اهو، بتدوس على الفيديو كده بيفتح معاك. مدة الفيديو تبقى تحت هنا 45 ثانية، بتدوس عليه بيظهر لك نجوم برضو، يقول لك كام نجمة، بتدوس على النجوم. يبقى انت كده خدت قيمة الاعلانات، والموقع بتربح منه كويس وشغال كويس. وهنا المهام بقى، المهام اهي اخر حاجة ديت اللي فيها 500 شوية. ممكن شوف انت نوع المهام اللي انت تقدر تعملها. هو مترجم اهو من هنا من الخانة دي، بتجيب لك المهام كلها، جميع المهام، التسجيل مع الأنشطة، التسجيل فقط. انت ممكن تختار التسجيل فقط كده،
بيديك 375 سنت، وفي كل حاجة بيديك ممكن يديك قيمة أعلى. هو يقول لك كل تسجيلات، يعني لو سجل لي ابعت لي بعد ما تسجل في الموقع يقول لك ابعت لي ايه اليوزر نيم بتاعك، تبعت له الاسم انت سجلت بيه، تبعت له رابط احاله، شوف انت حسب ما هو يقول لك تبعت له اللي هو يطلبه، ويديك القيمه بتاعه الاعلان تتحط لك في رصيد السحب. هنخش على الحساب من هنا. طريقه السحب سهله جدا في الموقع دوت. انت بعد ما تحفظ رقم محفظتك بتيجي هنا، دي احصائيه كلها عن الشغل بتاعك في الموقع. يعني هنا مثلا مواقع ركوب الامواج، الضغط على الاعلانات 4440، قراءة الرسائل 143، مشاهدة الفيديوهات 497، وست مهام انا عملتهم صح. المهم تعمل صح، بينزل لك ايه تحت هنا، وهنا استنتاج بقى الاحالات والحاجات اللي بيجيلك من الاحالات يعني والكلام ده، وهنا الاستثمار، وهنا الايه الرصيد. هدوس هنا كده هحدد بنك البير، بس استنى افتح لكم البنك عشان ايه نشوف برضو. ادي البنك، انا عندي 11 روبل زي ما انتم شايفين. هقوم عامل ايه سحب 10 روبل و25 سنت. تم الدفع اهو تحت اهو بنجاح، تمام. هنعمل ريفرش للبنك، 21 روبل زي ما انتم شايفين، وادي السحب جالي 10 روبل و15 سنت بعد خصم البير حوالي 10 سنت او حاجة زي كده عمولة للبير. وكده كنت هنا بالشرح، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. دوسوا لايك ودعمونا بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله.